السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب مع مزيد من التفصيل ومراجعة بلاك بادي راديشن. السنة هذه حبيت أدخل كمان زيادة في شرح البلاك بادي راديشن مقارنة بالمقطع السابق، وذلك عن طريق شرح ما ذكره إنكروبيرا في كتابه عن البلاك بادي راديشن. في المقطع السابق كما ترون تحدثنا باختصار ومن دون أي برهنة من المعمل، وقلنا أن البلاك بادي يبتص كل الراديشن الموجود أو الذي يسقط عليه، يعني الأبزوربتيفيتي حقته بواحد. وقلنا أيضا أنه لا يوجد أي سطح يستطيع أن يبث أكثر من البلاك بادي، يعني الإمسيفيتي بتساوي واحد، بشرط أن يكون السطح الذي نقارن معه عند نفس درجة الحرارة وعند نفس الطول الموجي. وأخيرا ذكر المؤلف أو ذكرنا بأنه البلاك بادي is a diffuse emitter، بمعنى أنه يبث في جميع الاتجاهات من دون تفضيل اتجاه على اتجاه آخر. طيب، هذا كله كان عبارة عن عملية وصفية العام الماضي، ولم أتطرق إلى ما شرحه أو البرهنة التي برهنها إنكروبيرا، والآن ستطرق إلى هل يمكن فعلا إيجاد أو تطبيق هذا في المعمل؟ والإجابة نعم، لقد استطاع العلماء وأخص بذلك علماء الفيزياء أن يقاربوا they approach البيهيفير الخاص بالبلاك بادي عن طريق استحداث التجربة التالية، وهي أنهم قالوا بإمكانك أنك تجيب انكلوجر، شايف كيف بهذا الشكل، يعني عبارة عن كهف معين كذا أو حجرة مغلقة، ويكون فيها فتحة صغيرة جدا، ولا يغرنكم أنكم ترونها كبيرة على الصورة التي أمامكم. من ضمن الأشياء التي في المعمل قالوا يحبذ أن تكون مصنعة من مادة very good conductor، مثلا زي الكوبر، لأنه الثيرمال كوندكتيفيتي حقته ب 400، أو مثلا بالألومنيوم الثيرمال كوندكتيفيتي حقته بقرابة 200 واط لكل متر كالفن. وإذا سألتموني يا شباب لماذا نتطرق إلى الثيرمال كوندكتيفيتي، سأخبركم أنهم يريدون أن يضعوا هذه الحجرة في باث، في حوض ذو درجة حرارة ثابتة، فيستطيع أن يتوازن بسرعة مع الحرارة الخارجية. فنستطيع أن نقول أن الجدار الداخلي كله يقع عند نفس درجة حرارة ثابتة ايزوثيرمال سيرفيس، كما ذكرها هنا إنكروبيرا من دون أن تتطرق إلى التفاصيل المعملية. وأيضا قام العلماء بطلاء السطح الداخلي بمادة، أو يمكننا نقول أنه we can also further improve or approach the black body behavior عن طريق طلاء السطح الداخلي لهذه الحجرة بمادة سوداء أو بمادة تكون امتصاصيتها عالية جدا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بالرغم أن ذلك ليس شرطا في نجاح تجربتنا، ولكنه يزيدها صلابة. فلنقل أننا طليناه بمادة الأبزوربتيفيتي الخاصة بها هي 0.95، وهذا ممكن. نحن الآن قادرون على أن نبدأ هذه التجربة، وتنص هذه التجربة على أننا في المعمل نقوم بتسليط شعاع كما ترون، هذا هو الشعاع عبر هذه الفتحة الدقيقة جدا. إن هذا الشعاع عندما يدخل ها هنا سترون أنه يرتطم في هذه النقطة، وبالتالي يمتص منه 95%، وينعكس منه 0.05 times وتفر إشعاع سقط علينا، فلنفرض أنه جي ينعكس هنا 0.05 جي، ثم يرتطم مرة أخرى فيمتص منه 0.95،
وينعكس منه 0.05 من الـ 0.05 جي الأولى، ثم يرتطم مرة أخرى ها هنا فينعكس منه هذا هو الارتطام الثالث، وبالتالي سينعكس ما يقارب 0.05 القوة 3 مضروبة في جي. واعتقد أنكم فهمتم الآن الفكرة من كثرة الارتطامات هذه، أنه بعد العديد من المالتيبل ريفليكشنز في الكافيتي حقتنا هذه تستطيع أن نقول أن هذا الإشعاع الذي سقط عبر هذه الفتحة عبر هذه الأوبنينج لن يستطيع أن يخرج إلا في النادر، يعني probability wise it will be absorbed completely by our انكلوجر، وبالرغم ان هذا الانكلوجر سطحه الداخلي ليس بلاك سيرفيس، انما اني سيرفيس، وليس بالضروره حتى 0.95، ولكن عندما قلنا 0.95 حتى نعطي تجربتنا مزيد من الصلابه. اذا استطعنا الان ان نحقق او نبرهن على الكومبليت ابزوربشن بالنسبه للبلاك بادي سيرفيس. ناتي الان، دعونا نمسح المقطع هذا كامل وهذا كامل وهذا كامل. أوكي. الآن نريد أن نتحدث عن الديفيوز نيتشر الخاصة بالبلاك بادي أو بهذه الحجرة. نبغى نشوف كيف ممكن نثبت الديفيوج إميشن. نقول B. الآن دعونا نفكر نشوف كيف بيصير الإميشن داخل الكافيتي هنا. ركزوا معي، بأختار مثلا النقطة هذه، بأختار النقطة هذه، بأختار النقطة هذه كممثلين، شايف كيف؟ وبعدين بأشتغل بالصامت وبسرعة عشان بس تقولوا لي كيف بيكون الفيلد أوف راديشن بعد شوية. تمام. طيب نروح كمان بعدين، خلونا ناخذ مثلا اذا تبغون النقطه هذه مثلا اهو. تمام. طيب لو وصلت انا بالطريقه هذه حتلاحظون ان الفيلد اوف راديشن هنا لو في جسم هنا تقريبا يتعرض الى يونيفورم راديشن فيلد نسميه. ولسه عن الان يا شباب ما تكلمت عن الريفليكشن، لان كل واحده من هذه الاشياء بيصير لها ايش؟ انعكاس. فتقدر تقول لو عندك انت هنا جسم في هذا المكان، تقدر تقول انه يتعرض تقريبا ويسقط عليه ما يسمى باليونيفورم راديشن او ديفيوز راديشن بنفس الانتنسيتي من جميع الجهات، سواء من اسفل او من فوق. اوكي يا اخوان، كذا اثبتنا وبرهنا النقطه diffuse radiation from interior surfaces. بقي الان اخر حاجه الا وهي هل يعطينا perfect emission؟ نعم، ممكن ان يقال انه لو خرج من ها هنا اشعاع فانه في الغالب هذا الاشعاع سيذهب الى السراوندينج وسيرتطم في السراوندينج برا، وغالبا it's rarely انه ايش؟ انه يرجع من جديد. وبالتالي فإن أبرتشر هذه أو الفتحة هذه تشكل بالنسبة للرائي الذي ينظر، ولنجعل هذه هي عين الرائي الآن، سيرى أن الإشعاع الذي خرج من هذه الفتحة امتص بماذا؟ بالسراوندينج الخارجية، بمعنى أن الإشعاع الذي خرج منها هنا لا يعود، وبما أنه لا يعود فإن يمكن التعامل أو النظر إلى هذه الفتحة كما لو كانت لاك سيرفيس. درجة حرارته ليست درجة حرارة السطح الداخلي ولكنها درجة حرارة السراوندينج، ولعل هذا مقصد إنكروبيرا في هذه عندما قال from thermodynamic principles كما ترى بالأسفل، أن هذا المقدار أن السطح ها هنا في توازن حراري مع السراوندينج اللي برا. وأفضل تطبيق وشرح وجدته أنا في الصناعة عندما كنت أعمل في البويلرات هو أن الفران الضخمة الموجودة في الصناعة والتي تكون جدرانها ضخمة بهذه الطريقة، يوجد هناك ما يسمى بالبيب هول،
فتحة نطالع طالع منها. هذه البيب هول يا شباب الفتحة الصغيرة جدا، شايف كيف نتعامل مع المقطع هذا على انه بلاك سيرفس، درجة حرارته نفس درجة حرارة الهواء اللي هنا موجودة معايا. ليش؟ لانه اي اشعاع يمر من داخل الفرن ويطلع برا بالعامي كذا، عمر ابوه ما حيرجع ويدخل هنا ابدا، يعني حيرتطم في جدران المصنع فوق واسفل والى اخره. ويمكن ايضا النظر الى ان السطح الداخلي حقة البيب هول، الفتحة حقة العين، يمكن ان يقال انها بلاك سيرفس، ولكن درجة حرارته نفس درجة حرارة الفرن الداخلي. اذا ايها الشباب برهنا هنا الان على انه بيرفكت ابزوربر، وهنا على انه ديفيوز راديشن، عفوا هنا على انه ديفيوز راديشن، وايضا برهنا لكم على انه بيرفكت اميتر. واتمنى اني يعني قدمت لكم شيء يعطيكم مزيد من العمق. وفي الأخير قبل الختام دعوني أقرأ الخلاصة حقت انكروبيرا. يقول الرجل، يقول accordingly any هذه أحسن، هذه الخلاصة اللي أبغاك إياها تأخذها عشان لما تحل المسائل. accordingly any small surface بداخل الكافيتي experiences radiation for which it is equal to the emission من سطح الكافيتي نفسه. This surface is diffusely irradiated. يعني السطح الصغير، خلني أوريكم إياه، هذا السطح يا شباب، هذا السطح يستقبل black body radiation، يعني جي الذي يسقط عليه جايه من فين؟ من السطح حق الانكلوجر الذي ليس بالضرورة أن يكون بلا، قد يكون الامسيفتي حقته مثلا 0.8 والابزوربتيفتي حقته 0.9، ومع ذلك برهنا لكم أنه it's a black field. يقول لك this surface is diffusely irradiated regardless of its orientation. أوكي، مهما كان اتجاه السيرفس، سواء كان بكذا أو كذا أو كذا. نعود إذا إيه، وثم في هذا المقطع الآن وضعه بالايتاليكس، معناته أنه مهم. يقول الرجل black body radiation exists within the cavity irrespective، أوكي، بغض النظر of whether the cavity surface كان highly reflecting أو highly absorbing. إذن أرجو أنكم فهمنا هذا المقطع، لأني سأستخدمه الآن في مسألة أو مسألتين تأصلنا وتزيدنا ثباتية في المسائل اللي فيها انكلوجرز وتطبيقاتها في الصناعة يا شباب، في البويلرات، الغلايات، في الأفران، في الفايرد هيترز إلى آخره. أخيرا الراديشن باللهجة السودانية ما إيزي، لأنه يعتمد كثيرا إن لم يكن هيفلي على الفيزيكس وعلى الكوانتم فيزيكس وعلى إلكتروماغنتيك فيلد، ولكن نحن كمهندسين نحاول ما استطعنا أن نفهم أو أن نوجد براهين عملية تجعلنا نستوعب ما يقوله لنا الفيزيائيون من دون أي إخلال بالنظرية اللي عند الفيزيائيين. طبعا لم أتطرق يا أخوان إلى كلام العميق الذي يتكلمه الفيزيائيون هنا عن الفوتونات واعتراضها وامتصاصها وإلى آخره. لا تنسونا من دعوة صالحة بظاهر الغيب، وشاركوا هذا المقطع مع زملائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.